قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إلى إخواني وأبنائي وأخواتي وبناتي من أهل المغرب العربي الشقيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على خير خلقه وصفوة أنبيائه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أهل المملكة المغربية العربية الشقيقة، أسأل الله تعالى أن يحفظ بلادكم من الفتن ظاهرا وباطنا، وأرزقها الأمن والأمان والسلامة والسلام والحفظ والصيانة والاستقرار وجميع بلاد المسلمين. يا أهل المغرب العربي الشقيق، قال ربكم جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه أحمد ومسلم بنحوه. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. الحديث. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجماعة رحمة،
والفرقة عذاب. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. يا أشقائي من أهل المملكة المغربية، إن السعيد من وعظ بغيره. وهذه دول كثيرة فتن كثير من أبنائها بمناهج الغرب والشرق، وخدعوا بمؤامرات أعداء الإسلام، فأحدثوا الشقاق والخلاف في دولهم، وخرجوا على ولاة أمورهم، وأسقطوا أنظمة بلادهم، فماذا كانت نتيجة أفعالهم؟ قطعت السبل، وانتهكت الأعراض، وأريقت الدماء، وأزهقت الأرواح، وقلت الأرزاق، وتسلط السفهاء، ونقص العلم، وانهارت الأخلاق، وطمع الأعداء فتكالبوا على الأمة الإسلامية، فنهبوا خيراتها، وغزوا بلادها، وقتلوا أبناءها، وخربوا حواضرها وتراثها وتاريخها، واستبدل الأمن بالخوف، والشبع والغنى بالجوع والفقر، والتمكن والقوة والعزة بالذل والهوان، والنصر والظفر والعلو بالهزيمة والخذلان. يا أهل المغرب العربي الشقيق الحبيب، إن الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها. وهذا شأن الفتن، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. ولقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إيجاب إنكار المنكر، ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره. وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار، رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. يا أهل المغرب الشقيق الحبيب، إن المؤامرة على أمتكم المسلمة مبنية على إحداث الفوضى في بلاد المسلمين لاستباحة الدماء والأعراض والأموال، ومرادهم تفكيك المجتمعات الإسلامية لإعادة تركيبها على الأجندة الغربية الكافرة من أجل تخلي المسلمين عن دينهم وعقيدتهم وتراثهم وتاريخهم. وهذا ما صرح به قادتهم ومفكروهم، وسمعه ورآه أكثر أبناء الأمة المسلمة. فكيف مع هذا؟
يدخل عليكم يا أهل المغرب الشقيق مكرهم، ويرود عليكم باطلهم وخداعهم. إنهم بإحداث الفوضى والاضطرابات بالاعتصامات والمظاهرات يريدون تقسيم بلادكم وإزالة وحدتكم وتخريب دياركم ونهب ثرواتكم ومحو تاريخكم وتراثكم. فهل تفعلون ذلك بأيديكم وتسعون إليه بأرجلكم؟ يا أهل المغرب الشقيق الحبيب، لا يمكن أن يرضى شعب كله عن حاكمه، عن ملكه، عن أميره، عن ولي أمره، لا يمكن. فدائما يسخط الناس، ولكل وجهة، والناس يرجعون ذلك عند عدم معرفة الدين الحق إلى الأسباب الظاهرة، مع أنه لا يسلط على الشعوب والأمم إلا بذنوبهم. الناس لا يرضون كلهم عن كبرائهم حتى في الأسرة الواحدة. قد لا يفهم بعض الأبناء سياسة الآباء في تمييز بعضهم على بعض لأمور شرعية وأسباب دينية، وقد يصير بعضهم جشعا يتطلع إلى ما ليس له فيسخط على أبيه. هذا وارد في كل مجتمع إنساني كبر أم صغر، فالسخط له أسباب. فإذا خرج من يدعو إلى تغيير، أي تغيير، تبعته الإرادات الساخطة كلها، ثم إذا انكشفت الغمة آب كل إلى مطلبه والمطالب متعارضة. فأهل الكفر والشرك يريدون التغيير لتجويز شركهم وكفرهم وفرضه على المجتمع المسلم، وأصحاب المطامع والأهواء يريدون الخروج من الاستئثار بالثروة، وأصحاب التطلع إلى المناصب يتطلعون إلى الكراسي، وأصحاب الانحلال والهوى يريدون انطلاق الغرائز وانعتاق الشهوات. كل صاحب حاجة يريد أن يصل إليها. فيا أهل المغرب الشقيق الحبيب، اعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا، واستعينوا بالله واصبروا، وليأخذ حكماؤكم على أيدي سفهائكم، وليقبض كبراؤكم على نواصي صغاركم، لتسلم بلادكم ووحدتكم، وقبل ذلك ليسلم دينكم وعقيدتكم. حفظ الله تعالى بحفظه الجميل المملكة المغربية قيادة وشعبا وجيشا وأمنا من كل فتنة وسوء، وجميع بلاد المسلمين. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. في ليلة الخميس 28 من شعبان سنة 38 و400 وألف، الموافق 25 من مايو سنة 17 و2000. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.